الجزء بيبدأ مع وان وهو قاعد وبيتفرج على الحيوانات وخصوصا طبيعة البطاريق وبيكون مركز أوي فيهم فأنا ده بيفكر باللي حصل معاه مع اون وقت ما كانوا محبوسين في التلاجة خاصة باللحوم وحاضنها عشان يدفيها وبيتأثروا من بعض هما الاتنين وعايزة تعتبر بطاريق بيدفيها وبيحميها وبيفضل حاضنها فأنا بيكونوا بيحاولوا يفتحوا الباب وبيدوروا عليه وبيفتحوه بالعافية وفجأة وان بيطلع وهو شايل اون والكل مصدوم اللي حصل ده علشان يمغم عليها وده كله بسبب غباء جونغ باقي الموظفين بيفكروا في انهم مرتبطين ببعض فبيعدي الوقت مع انويه في المشفى وجوان متابعها حاجات مدفوء وبيهتم بيها على طول فبتفتكر وقت ما كان بيحاول يخليها ما عليها وكان خايف عليها كتير ولما بتفتكره بيفرح جدا من ده وبتاسف ليها بس بتعرفه في انها ما كانتش بردانه خالص وبتشوف انه اكيد كان بردان اكتر منها وانها ما حستش بالبرد خالص وانه تم بيها كتير ولا هو بيعاملها كده اصلا وهي ايه بالنسبه له وده بيخليه يفكر كتير فيها وبيرتبك ومش عارف يقول ايه وهي متابعاه بس الكل بيكون متابع ما بيقولوا ايه اصلا وبيدخلوا على طول وبيقعوا وبيفصلوا اللحظه اللي بينهم دي فبيروح يزعق فيهم على اللي عملوه وازاي يحبسوهم كده وبيتخلي عن جونغ باللي عمله علشان كان هيقتلهم وازاي بياخدها للمصنع كده عادي وعلشان كده بتهون عليهم وهنا جونغ بيبكي بسبب زعقه ليه ومش عارف يعتذر ازاي علشان هو كان ناوي يعمل حاجه حلوه ولما بتدافع عنه بيروح يبكي وبيقول انها مرات اخوه وعلشان كده بياخدوه بره على طول اصلا وجوان تأسف ليها فبنروح لينو اللي بيحاول يوصل للعصابه وبيفتكر كلام جيوان لي انه قلقان على اون وبيقرر يشوف رسالتها وبيفتكر ان من الشخص اتصل بيها وبيرجع في مراسلتها اصلا بس الحال انه بيشوف انها بتكون حب جيوان ومش خايفه منه واوسونغ بيلاحظه في ان سلوكه غريب وبيمشي على طول وشايف انه في باله حاجه متعلقه بالحب فبنروح ليونغ اللي بيقابل ميهو وبيرتبكوا عشان هما في المشفى وبيطمنها على اون وبيفتكروا اليوم اللي قضوه سوا وبيقول بتقول ان ده كان غلط وبتاسف لها وبيصدمها على طول وعلشان كده بترد له الصدمه وبتكون ده مش في بالها وبتمشي على طول فبتروح تقابل اون واللي جون بيكون عرفها اللي حصل وبتطمن عليها وبتعرفه مويتها وبيفكروا بانها تعالب بما انها اسمها ميهو ولما ينغي بيجي بتمشي على طول وبتروح تتضايق علشان هي محرجه وما كانتش عايزه تقابله هنا وفجاه ينوب بيرن على اون بس هي بتكون مع جيوان وماشيين وبيقترح على الدكتور انه يكتب لها فيتامينات احسن وعلشان كده جيوان بيمشي مع مساعدينه عشان يهتم بالمصنع وبيسيبوها وهي فرحانه فكواك بيفضل يتكلم وشايف ميو انها تعلب اصلا بس ينغي بيدافع عنها انها صاحبه اون وبيلاحظوا في ان في بينهم حاجه فبتروحوا بتلاقي ان جيوان كاتب كل حاجه اون محتاجاها واللي بعتها لميو عشان تجيبها وبيكون بيهتم بيها كتير ومستغربه ومهتمه قوي كده ليه وبيفتكر كل المواقف اللي كانت بينهم هما الاثنين وما كانت عارفة ان كل الاحداث ده تحصل بينهم اصلا فهنا ميب تفكر في ان المدعي العام هيون جايز يكون صاحب طفولتها اللي بتدور عليه وعايزاه تساله اصلا وبتتصدم ان هو هيجي لهنا بما ان ميو كلمته وبتروح ومش عايزاه تقابل مع جيوان وبالفعل بتروح تاخده في مكان تاني علشان ما يشوفوش وبيكون مفكر في انها متصابه بالبواسير ومش مصدق ان ميو قالت كده بس بتعرفه ان عندها فقر دم بس مش اكتر وعلشان كده بيرتبكوا وبتكون مش فاهمه حاجه وفجاه الاطفال بيجوا ليها وبيشوفوا انها مريضه وزعلانين انها ما لهم الفتره الاخيره وبيفكروا في ان يون هو حبيبها وبيسالهم لو هو لايق عليها وبيبقوا حبيبين وبيروح يهزر مع البنت دي وبيفرحوا كلهم سوا فجي بيوصل وميهو بتحاول توقفه عشان اون راحت تجيب حاجه وبيكون جاب لها حذاء جديد وعلشان كده بتدخل الاوضه على طول وبتروح تمشي فهنا اون شايفه في ان يون بيعرف يتعامل مع الاطفال وشايف انها لسه بتحبهم بره عملها على اليوتيوب وان المشاكل ممكن تحصل حصل لاي حد وبيقرر انه يمشي وبيودع بعضهما الاثنين وتتأثر فبتروح ويا بتفكر في اللي حصل بس فجاه بتشوف ان جوان قاعد مستنيه ونام مع نفسه ومش بيحس بيها وبتروح تركز فيه وبتقرر انها تلمسه وبتركز في ملامحه وبتفتكر كل اللي عمله ليها وانه كان بيدعمها على طول وبتفرح كتير بس انا بيفوق وبيشوفها وبيفتكر البوس اللي كانت بينهم وعلشان كده بتقوم وبتاسف لانه نام وقت ما كان مستنيها وعاوزاه يرتاح رغم انه رافض غير لما تبقى كويسه فبيعد الوقت وبتروح عايزاه يرتاح شوية علشان هو تعبان وهي اللي بتكون متابعاه وبيركب محلول علشان يكون كويس وبتتكلم معاه وعايزه تعرف هو كان ازاي لما كان طفل علشان يا انه بيحس باي حاجه وحساس تجاه اي حاجه بتحصل حوالين منه وقت ما كان صغير كان عكس كده والزمن هو اللي غيره ولا لا وعاوزاه يتكلم بحريه اكتر فبيعرفه في انه لما كان صغير عيلته اتنقلت كتير وبدا في توديع الاشخاص اللي بيحبوهم واتعود على ده وكان مفكر في ان في حد في حياته بس اكتشف انه وحيد دايما وعاوز يبقى مع شخص على طول وبيكون حزين فبيعدي اليوم مع كوك اللي بيفوق وبيلاقي دونغ بيجهز الطعام وبيتصدموا لما بيعرفوا ان جوان بات بره امبارح والحال ان جوان بيكون نام وراح في النوم لفتره كبيره وبيتابع ويا نايمه ومش عارف ايه اللي حصل ده وبيشيل المحلول وبيقوم يلبس من غير ما تحس وبيقع منه المحفظه بس بيروح يتم بقى برضه وهي نايمه وبيركز فيها في حين ان ميهو بتكون نامت في الاستراحه وتعبانه جدا وعندها تشنج بس ان يونغ بيجي وبيساعدها في ده على طول وبتتصدم لما بتعرف ان ده اصلا فبتمشي وهي تعبانه مع اون وبيقرر يوصلوها وعايزاه يوصلها البيت بما انها تعبانه كده وبتجبرها على ده فبتأسف على حصل امبارح وبتكون لسه تعبانه كتير بس بيوصلها وبتشكره على توصيلها وفجاه بقى بيجي وبيكون عاوز يعرف هويه يونغ بالزي العسكري بتاعه ده بما انها باتت بره امبارح وعاوزاه يروح البيت وبالفعل بيروح يقعد معاهم وعاوز يتعرف عليه هو مرتبك وبيكون بيستجوب حرفيا وعاوز يعرف لو كان قضى الوقت مع ميهو وما شايفه في انه وسيم جدا وميو عايزاه يمشي بس بابو يوقف عشان ياكل قبل ما يمشي وبيكون بقى كويس معاه اصلا فانا ام بتوصل الشركه فرحانه بكل حاجه وسط كل الموجودين وبتكون عايزه تقابل جيوان علشان هي مقربه منه بس مش بيصدقوها بيخرجوها بس ينغي بيشوفها اصلا فانا بيكون مع كانغو بيلوم على اللي عملته عشان تعبت بسببهم وبتضايق وبتمشي في حين ان ام بتروح لدونغ وبتكون هتروح لجيوان بس بيلاقي ان بيمنع كانغ انها تاكل وبيمسك ايدها وان بتغير عليه كتير وبتتخاف فانها تشوفها وبتدي الدرغ محفظته في حين ان جيوان بيكون مش حابب كانغ يكمل معاهم اصلا فبنروح ليون اللي بيتابع الاشخاص اللي في العصابه هو سونغ او وبيكون عاوز يوصل لشخص بس بحاجه قانونيه فانا دونغ بيروح يدي الجيوان المحفظه بتاعته وبيعرفه ان كانت هنا وشافته هو مع كانغ على اللي حصل وبيتضايق كتير فانا هي بتروح وبتتكلم في اللي حصل وهي متضايقه اصلا وبتخلص وبتروح تدي الدرس باقي الاشخاص وكوك بيتضايق لما بيعرف ان مفيش حاجه حصلت بينه وبين جيوان وكلهم بيمشوا بالفعل فانا بيوصل وهو مش عارف يقول ايه في اللي شافته وبيقرر يروح يتعشى وبتكلم على محفظته انها ثابته مع دونغ وبيفضل يقول لها اللي حصل وبتقول ان حاجه غريبه ان يمسك ايدها وهو كان عازب لفتره كبيره وبيفضل يحاول التهرب منها اصلا وبتروح تعلمه ازاي يغسل لغايه ما الصابون بيجي عليها وبيلمسها وانا بتاثره كتير بس الباب بيكون متابعهم ولما بياخدوا بالهم كلهم بيرتبكوا على طول اصلا فانا يوم بيكون وبيتقابل مع الشخص ده واللي بيكون هو دونغ وبينقل ليه كل الاخبار اللي بتحصل بين يونغ وجيوان وبيكون بيخونهم اصلا وبيساعد هيون اللي بيكره جيوان وبيكون واطي فعلا وبيقرر يعرفه اللي بيحصل وكلامه مع طيف وان جيوان كان يدور على اي حد فيهم لو اختفى فهنا جو بيتقابل مع تاون وبتكلم على الصفقه اللي جايه واللي بتدلع عنوان في حين ان يونغ بيكون عارف ميعاد الصفقه اصلا وبيروح يعرف جيوان وان تاون بقت الرئيسه فضل طايق وكانت عايزه تموته وان جو عاوز الصفقه دي تتم باي طريقه وعلشان كده بيقرر ان يحمي طايق باي طريقه ودونغ بيكون سامحهم كالعاده فقوم بتقابل يون في المشفى و... ورايحين للاطفال وبيديها حاجات عشان تفرحهم وبيمشي فجو بيخطط ازاي يتم الصفقه بكره وبيل بيطمنه عشان بلاش يقلق بس جوان بيفكر في الحوار وان ده بقى خطير حاليا فيوم بيروح لاونو بيركز فيها وبيمشي وبتعرفه باللي حصل وعاوزه تفرح وهي بتلعب مع الاطفال فبيروح بيلاقي رسائل كتيره ليه وبيفتكر كلامها عنه وبيشوف سجل العيله وبيفضل يحلل اللي حصل وناوي يعرف تاريخ اون اللي بتكون مروحها وبتفتكر زمان وقت ما كانت بتلعب مع يون وهي بتكون حزينة بس يوم بيشوف اسم سومي وان جيوان هو ابن سجوان وبيشوف العنوان وده نفس عنوان اون في نفس السنة واللي بتشوف انه لقى هديتها علشان اسم جيوان كان اسمه يونو اصلا وبيصدموا كلهم من بعض والجزء بيخلص علينا فما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة فعل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي سلام